إذا المشاهدين الكرام، مرحبا بكم جديد في هذا البث المباشر من الدار البيضاء. مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الجولة الليلية اللي غادي نقوموا بها معكم، وحنايا في هذا الطريق يعني اللي دائما كنتشكاو يعني على بعض الطرقات اللي ما كيكون ما كتكونش فيهم الإنارة. السبب اللي كيخلي يعني وقوع بزاف ديال الحوادث اللي كي سواء مادية أو سواء معنوية، في الخسائر يعني كتكون مكبدة. داكشي علاش يعني كرجائي هو أننا دائما نوصلوا للمسؤولين يعني هاد الصورة هادي اللي كتكون خصوصا في هاد الليل هادي وفي مثل هاد الطرقات هادي. حنا الآن في طريق ديال سيدي مسعود، طريق تقريبا اللي ولات بحال رئيسية، يعني بزاف ديال الناس كيمشيو معاه وكيجيو معاها. ورغم ذلك يعني الايام والشهور والسنوات في الطريق مازال ما تغيرش فيها ساكن. شنو الصعيب يعني شنو الصعيب الى داروا خطوات هنايا ديال الضوء الى تقادت الاناره؟ يعني نحاولوا نقراو بعض من التعليق ديالكم متابعينا باش نشوفوا حتى نتوما ارائكم يعني حول هذه القضيه هذه. أناس النص كيديو غير الشفارة، وأخويا أناس دابا هذا مشكل ديال الرجل المناسب في المكان الغير المناسب. يعني تلقاه هو مسؤول وكيدوز من هنا وكيمشي وكيجي وفهمشي، وما غير بقرار واحد منه يقدر يسميش ويقدر يتغير شحال من حاجة، ولكن ما لا حياة لي ما تشون هذه. يعني الا طفينا الضو ما يبقى يبان والوش قريبا. عليكم السلام خويا سفيان، الله يحفظك. تحياتي لك كذلك خويا من الجزائر، مرحبا بك معنا وتحياتي لك، تحيا الناس ديال الجزائر خويا. عليكم السلام خويا ايوب، الله يحفظك. ان شاء الله خير كذلك خويا سليمان، الله يحفظك. غير هو دابا حنايا راه كنحاولوا يعني غير نتناقشوا يعني في هذا مثل هذه المشاكل اللي كتحيط بينا. يعني شنو السبب اللي ما كتخليش بعض البلايص ما فيهمش اناره، في حين على اننا يعني كنلقاو بلايص اخرين راقيه فيهم اناره مزيان، فيهم كوندرو مزيان، طريق مزيانه، اجرادي وكل شيء. علاش ما هادشي ما كيتعممش يعني حتى على بعض المناطق يعني اللي كتكون يعني في احياء شعبيه؟ هذا هو التساؤل اللي دائما كيطرح نفسه خويا. مثلا مشيتي لشي بلايص شعبيين غادي تلقى الطريق حفاري، خصوصا يعني في هاد الشيء ديال السباط الاخرى. ف اش غادي نقول لك يعني راه بينش على واحد الهشاشه ديال البنيه التحتيه كبير. الله يهديهم داكشي اللي كاين خويا منصور، الله يحفظك. تحياتي ليك كذلك خويا ودادي هشام، الله يحفظك خويا. الله يهديهم كي قلتي، الله يهديهم اخويا. راه حنا هما ماشي يديروا شي حاجه اللي صعيبه، راه يعني خدمتهم صافي. شي بنادم الا دارها خدمتو، كل واحد دار خدمته غادي نمشيو مزيان. المشكل هو ان واحد ما كيديرش خدمته وداك الواحد كيعكس الاخر والاخر كيبقى يشوف فيهم، يعني كتخلط القضيه. هذا هو المشكل.
تحياتي ليك خويا عدنان إدريسي، الله يحفظك، كون خير إن شاء الله خويا، الله يحفظك. ويا لمي اختي، ادم كيقولها الطريق واعره، كندوز منها فوق شارع طاح. ويا اخويا ادم فوق شارع طاح، هي هذيك طريق سيدي بسعود. دابا حنا اللي طرا في شارع طاح، راه هبطنا ودرنا، يعني راه هذا هو المشكل خويا ادم. يعني طريق رئيسي راه كاينه الطريق، وكاينه عاوتاني واحد الطريق عاوتاني اخرى جيت طريق مديونه، حتى هي ديك الطريق يعني مكفسه في الضوء، ومع العلم على انها طريق رئيسيه، وكاين عاوتاني واحده اخرى في البرنوسي. يعني كاين اخويا طرقه اللي رئيسيين وما فيهمش، فيهم هذا المشكل ديال الاناره، مشكل كبير اخويا. والمشكلة تشي الضحيه ديالو هو مسكين المواطن، يعني اللي كيخرج وهادي حتى كتسمع شي حادثه، مسكين الله يحفظ. عاوتاني واحد الطريق انا والله الا كتصورت فيها، يعني دابا شي جوج سيمانات ولا ثلاثه، في هنا بلاصة هذيك كيقولوا لها طريق خريب، يعني بحال غادي طريق مديونه، كاينه طريق مديونه وكاينه من اللور ديالها، نسيت لها على السميه هذيك البلاصه، الحلحال بحال ما هكا، بحال ما الطريق هذه، بحال ما التسميه هذه، طريق مظلمه وطريق رئيسيه وما فيهاش الضوء، والمشكل فيها جوج مدارس ابتدائيه. فالناس اللي كانوا كيهضروا شما قال لك والله الا شي سبع الدراري اللي ما يشوف هاد الطريق هادي، والطريق باقي ما كملش عليها حتى اموس، يعني وما فيهاش الضو، الدراري كيمشيو بعض المرات مع 6 الصباح المدرسه بعيده، وفي ديك الشارع يعني مشاكل. وكنشوفوا هاد المشكل ديال الاناره زعما ماشي شي مشكل اللي خاصنا نبقاو ديما نهضروا عليه، ولا ديما نبقاو نتناقشوا عليه، يعني مشكل عادي، شي حاجه اللي سهله باش تعالج. امين خويا فؤاد الحريزي، امين، داكشي اللي كاين خويا، الله يدير الجميع وصافي. فؤاد كيقول خويا حتى في سويسرا تيطفو الضو مع الساعة الواحدة ليلا في الشوارع. ما نظنش خويا فؤاد هاد القضية، علاش يديروه الا كانوا كيطفيو مع الوحدة؟ ما نظنش خويا، وعاوتاني الله أعلى وأعلم. عاوتاني اخويا الله يحفظك كذلك خويا، السلام عليكم. يعني الضو البوليس والكاميرات ضروري منهم تما بالضبط خشي المياه. ديك الطريق ولا شوارع شويه، يعني شحال الحوادث اللي كيوقعوا فيها، ماشي حوادث يعني عاديه، ولا يعني حوادث ديال الله يحفظك سيد خايبين. الله يحفظك خشي كنزه خليفي، الله يحفظك، الله يبارك فيك خشي كنزه. ويا خويا عبد الله باري كتبقى تضرب فيهم بشد تشبع. الله يحفظك خويا يونس الحريكي، الله يحفظك خويا، الله يبارك فيك. ويا اختي لميا بلادنا والله الحمد لله زوينه، خاصه لدوك المسؤولين يتحركوا شويه، يعني هما اللي خاص صافي، تعطى ان شاء الله فرصه للشباب كذلك حتى هما،
ويكون الخير ان شاء الله اختي. اش كنشوفو كاين شي مسؤولين باش ما نبخسوش الحقوق، يعني كاين اللي كيخدم مني شو كاين اللي يعني عنده المصلحه العامه اهم شيء، وكاين اللي الله يهديه المصلحه ديالو هي الاولى. الله يحفظك خويا سعد، الله يحفظك. نتمنى من الله على ان الرساله يعني توصل لهاد المسؤولين، يعني باش يعرفوا راه يعني خاص واحد الخدمه تكون تما يعني ديال الاناره، ونتمنى من الله حنايا الخير وصافي هادشي اللي كاين. اذا المتابعين وصلنا لنهايه ديال هاد البث هذا، شكرا لكم وشكرا لتتبعكم، نتلاقاكم ان شاء الله في بث مباشر اخر، الى اللقاء.